وللحديث عن تجاوز مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب ل18 ضعفا مما ورد بالاتفاق النووي وأثر ذلك على أطراف الاتفاق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب يتجاوز 18 مرة الحد الوارد بالاتفاق النووي، ألم تظهر نوايا طهران أمام الغرب الذي لا يزال يفاوضها حتى الآن؟ يعني في البداية يجب ننتبه إلى هذه النقطة، هل الوكالة الدولية اليوم أو قبل أسبوع تم إخبارها بأن إيران لديها 18 ضعف من اليورانيوم المخزن كما مسموح لها؟ هذا سؤال مهم، وهو الجواب يفسر لماذا الغرب يواصل هذه اللعبة. أي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل كمشرع للبرنامج النووي الإيراني من خلال الإعلان يعني التدريجي لتقدم إيران في نشاطها غير الشرعي وغير المسموح به في امتلاك القنبلة الذرية وتخزين اليورانيوم المخصب للوصول إلى الرأس النووي، وبعدها تصبح حقيقة على أرض الواقع معلنة من قبل المنظمة الدولية، ولم نشهد أي خطوة فعلية مثلا إرجاع ملف إيران إلى مجلس الأمن. يعني أحد الردود اللي يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية على هذا الانتهاك الصارخ هو إرجاع ملف إيران إلى مجلس الأمن، ما لم تفعله الوكالة ولن تفعله، لأن هذه الوكالة في هذه الظروف التي المفاوضات تعرقلت بسبب رفض جهات أخرى تحاول من خلال إعلان هذا الخبر أن تحث هذه الدول للجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران مرة أخرى بأن إيران دولة قوية، وبدل التصعيد مع إيران يجب التفاوض والتوافق معها. نعم، وهي التي لم تقدم بالمناسبة إجابات مرضية للمفتشين مفتشي المنظمة الدولية حول آثار اليورانيوم التي يعني شوهدت أو كان لها وجود في أكثر من موقع قرب طهران. نعم تماما، والمواقع التي الآن مشبوهة والسرية التي باتت مفضوحة بسبب تسريبات الاستخباراتية من هنا وهناك، ولا يزال لم نرى ردة فعل ملموسة أو ردة فعل مؤثرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب وتفتيش هذه المواقع. يعني إذا قارنا ما فعلته هذه المنظمة المنحازة بالعراق والنظام الوطني السابق في العراق، يعني ذهبوا أينما أرادوا للعثور على ما كانوا يظنون بأنه أسلحة دمار شامل أو مواد مخصبة أو مواد كيميائية أو ما شابه ذلك. ونرى أن الوكالة اليوم تؤكد أن إيران لديها هذا الكم الهائل من المواد غير المرخص، لكنه لم تفعل شيئا يذكر حتى تذهب وتفتش كما فعلته مع العراق أو حتى مع ليبيا. أيضا شاهدنا موقف صارم من هذه الوكالة الموصوفة بالدولية، لكنه لما الموضوع يصل لإيران نرى أن الموضوع مختلف تماما ويصبح شيء من التجامل، هكذا يمكن نصفه الدبلوماسية. نعم. والتجامل. نعم. ولم نرى ردة فعل قوية مؤثرة ترغم إيران على الرضوخ إلى المطالب المنظمة الوكالة الدولية. بالعكس، ما تقوله طهران هو العكس، أن وكالة الطاقة الذرية ما تقوم به يندرج تحت الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى إخراج عملها عن سياقه الفني، وهذا يعني يدفعنا للسؤال، هل تخرج هذه التقارير عن نطاق المنظمة برأيك، أم أن طهران تناكف من أجل كسب الوقت؟ يعني إيران تعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب حاجة الجهات الفاعلة بهذه الوكالة كالصين وأوروبا الدول الأوروبية للنفط والغاز الإيراني حاليا، من المؤكد أن هذه الوكالة لن تخرج سياساتها عن توجهات هذه الدول بالنسبة تجاه إيران، ولهذا السبب إيران ترى أنها تشعر بارتياح وتصعد وترى أنه لا
لا احد سيقوم على المدى القريب بالضغط المؤثر على البرنامج النووي الايراني، وايران تستغل هذه الفرصه الرخوه في النظام الدولي وحاجه الدول الغربيه الى الطاقه والصين طبعا الى الطاقه، وستمضي قدما بتطوير برنامجها النووي الوصول الى امتلاك القنبله الذريه. طبعا تقارير مخابراتيه تقول ان ايران لديها المواد الكافيه لانتاج او تركيب 3 رؤوس نوويه في ادنى تقدير، لكنه حتى اللحظه ايران لم تمتلك الصواريخ القادره على حمل رؤوس نوويه. هذا ما ينقص الجزء الاهم للبرنامج النووي العسكري الايراني. في ظل كل ذلك يعني، وفي ظل الاغتيالات التي تقع في صفوف العلماء والمسؤولين الإيرانيين في الملف النووي، هل ترى أن أمريكا غيرت تكتيكها للتعامل مع تسريع إيران اللي في هذا البرنامج؟ يعني الولايات المتحدة بشكل عام الضربات التي توجهها، وطبعا نسمع أنه تنسب إلى إسرائيل بعض الأحيان، وبعض الأحيان إسرائيل تنفذ ضربات معينة، هذه الضربات كان لديها أثر ومفعول قوي على البرنامج النووي الإيراني وأخرها، خاصة الجزء الصاروخي. يعني كانت هناك عمليات على أحد أهم المستودعات الصاروخية الحساسة في طهران قبل بضعة سنوات، واتهمت إسرائيل بتنفيذها، لكنه الجهة الفعلية الفاعلة لهذه العملية هي الولايات المتحدة، وإسرائيل دون دعم الجيش الأمريكي لا يمكنها أن تنفذ هذه العمليات بالغطاء الاستخباراتي، الغطاء يعني تغطية أغمار الصناعية، تغطية الرادارات الرصد، كل هذه بحوزة الولايات المتحدة والجيش الأمريكي، نظرا لقواعد الجيش الأمريكي التي تقدر ب 49 قاعدة أطراف إيران شرقا شمالا جنوبا وغربا. وإسرائيل دونها دون تعاون من الجيش الأمريكي وقواعده لا يمكنها أن تنفذ هذه العملية، وإن نفذت عملية باسم إسرائيل هي عملية أمريكية إسرائيلية. هذه العمليات كان لديها تأثير كبير، وحتى الآن نرى أن وجوه وشخصيات مؤثرة في البرنامج النووي الإيراني تم حذفها من المشهد، فضلا عن الضربات التي تلقتها في بارشين مثلا، منطقة بارشين الصناعية، وكان آخرها قبل 3 أيام استهدف موقع لوزارة الدفاع التي يستخدم للأبحاث الصاروخية، وكذلك المستودع الصاروخي للحرس الثوري بالقرب من مدينة كرج غربي طهران قبل ما يقارب 8 سنوات أيضا استهدفت، ومنشأة نطنز العام الماضي أيضا استهدفت بصاروخ، وبعد أول إيران قالت بأن هناك حدث اتصال كهربائي وحريق، بعدها تبين أنه كان استهداف صاروخي بصاروخ موجه، واستهدفت منظمة نطنز شديدة الحصانة. كل هذه العمليات طبعا تؤخر وأخرت فعلا تقدم البرنامج النووي الإيراني. إذا أنت تعتقد بأن هذا التكتيك الأمريكي أو الإسرائيلي أو التعاون المشترك بينهما قادر على تأخير إنتاج سلاح نووي كما قال مختصون ومراقبون؟ تماما، هذا التأخير لعنه نحن حتى اللحظة نراه، لأن إيران إذا وصلت إلى هذه النقطة أنه بإمكانها أن تهدد بقنبلة وصواريخ نووية لأعلنت عن ذلك بسبب ظروفها الصعبة الداخلية حتى توظف هذا الصاروخ والقوة النووية لإلغاء العقوبات، لإرغام الجانب الغربي لإلغاء العقوبات عليها. الآن الوضع الإيراني متدهور داخليا بشكل كبير جدا، حيث أرغمت الحكومة حكومة رئيسي على زيادة الطعام، أسعار الأساسيات الطعام بنسبة 4 أضعاف لسد عجز الحكومة وعجز الميزانية في هذا الجانب. فإيران لا يزال بعيدة عن الإعلان عن امتلاكها القوة النووية العسكرية، نظرا لعدم امتلاكها الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية. من جانب المواد النووية، إيران تمتلك المواد النووية الكافية، لكن الموضوع يتعلق بالصواريخ. نعم، أشكرك جزيلا عبر الخط الهاتفي المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي.